تفضل يا استاذ. شكرا. ايش فيك اخترعت؟ مو متوقع تشوفني هني ها؟ لا تحاتي، انا هالمره جاي اتفاهم، جاي اقول لك الكلام اللي ما قدرت اقوله اول مره بداري، ثاني مره قدام اخوانك. انا بعد ما اطلع من هني رايحة بيت اختك، اجيب منال وولدها يقعدون عندي في البيت، واتمنى ما تيصوبهم او تسمعهم كلمه تضايقهم. انت خايفه عليهم مني انا؟ انت ما خفتي على نفسك ولا علينا من الافكار والبلاوي اللي قاعد تقطص فوق راسك وسب بنتي؟ اول شيء نزل ايدك. ثاني شيء، للحين ما انولد اللي خوفني، قاعد هناك. نزل ريلك. أنا جاية اليوم علشان أعطيك آخر فرصة علشان أمسك نفسي عنك، وبعدها لا تلومني على أي تصرف يطلع مني. تبي تقعد في البيت حياك الله، حالك حال إخوانك ضمن الحدود اللي أنا حطيتها. تبي تجرب تكسر هالحدود؟ تنصدم، بيكون مو مسموح لك حتى تقعد على هالكرسي. وتدري ان انا ممكن اسويها. تعبالش ان انا ميت قاعد عندكم بالبيت ولا على مشاكلكم اللي ما تخلص؟ ترى انا امس رحت بيتنا بس قال لي المستاجر ما بيطلع، العقد ما خلص، شو اسوي يعني؟ يكمل. وحتى لو المستاجر وافق واتفقتوا، كمل قول. مرتك ما بترضى تطلع من البيت اللي عشتوا طول عمركم نايمين شاربين ماشيين ايدكم بالطوفة، علشان كذي نصيحة، ارضى بالامر الواقع وخلك متفرج احسن. كيف حلو؟